السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المغاربة، نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. هذه رسالة الناس ديال مدينة تمارة، وأخص بالذكر الناس ديال المسيرة واحد ديال دوار أهل الحار، دوار الناصر، يعني هذه الأماكن المجاورة. كنبغي نقول لكم أردوا بالكم. واحد الكلب مسعور اللي كيبالك غادي في الطريق عادي، ومني كيقرب ليه شي واحد كيعضو واحد العضة ديال الغديد. حاليا راه عض جوج ديال الناس، عض واحد المرة واحد العضة، ماشي هي هذيك. كنقول لكم ردوا بالكم وردوا البال مع وليداتكم، ردوا البال مع وليداتكم باش ما نشوفوش شي حاجة ماشي هي هذيك. وهذه رسالة للجهات المسؤولة أن دير واحد الحملة على يعني الكلاب الضالة، لأنه اللي كنا كنسمعوا كلب مسعور راه مشكلة. والله القاسم البارح تلاقيت واحد السيد عضو مسكين كلب ماشي في تمارة، في مدينة أخرى بتراب عمالة صخيرة تمارة، غير جرحه في رجله، تصور خرجت له واحد طبقة كحلة فوق رجله، كارثة. ما بغيناش أنه نفس السيناريو يتكرر مع ناس أخرين، فكنقول لكم ردوا البال. الكلب راه أحمر، الكلب راه أحمر وقرطيت كما كنقولوا، كما كتشوفوا هما مجموعة ديال الكلاب، وحنا كنهضر على الكلاب أنتم أخوتي. لاحظوا معايا. لاحظوا معايا. والله العظيم معالم عليهم كاينين هنا. ها انتوما شوفوا الكلاب اش دايرين هنا. سير. كنتمنى من الجهات المسؤوله انها تدخل، لانه في هذه الحاله هذه يقدر لا قدر الله يتكاو على شي مره هنايا ولا شي حاجه وتولي شي كارثه ما كايناش. نتمنى من الله يكون التدخل في القريب العاجل. إلى هنا متشبعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهاد الكلاب هادو راه كاينين هنا جهة الحارت ودوار بن ناصر والنواحي.